ان مفيش حاجه في الكوره اسمها مدرب الانديه ومدرب المنتخبات. وهقول لكم الدليل، يعني كل مدربين المنتخبات الاجانب كانوا مدربين انديه في الاساس. مارشيلو ريتي فاز مع ايطاليا بكاس العالم 2006 وتولى تدريب اول منتخب في حياته بعد 23 سنه من الكارير بتاعه في التدريب. 23 سنه اول مره يدرب منتخب سنه 2004 وفاز كاس العالم بايطاليا سنه 2006. أريجو ساكي واحد من اعظم المدربين في التاريخ اول مره يتولى تدريب منتخب بعد 24 سنه من تولي تدريب الانديه. فما فيش حاجه اسمها ان مدرب لم يعتاد العمل في المنتخبات، وده انا في رايي ان دي نقطه لازم نقتلها من دلوقتي. ياما مدربين نجحوا مع منتخبات ومدربين كبار ومدربين تاريخيين لم يتولوا تدريب منتخبات المنطقه. خلينا ان احنا ندعم الراجل، ان احنا نعرف ان احنا جبنا الحمد لله مدرب كبير جدا ومدرب انا شخصيا لعبت ضده وانا في الوحده السعودي وهو كان بيتولى تدريب نادي النصر. وكلنا نحاول ان احنا نبعد عن السلبيات على قد ما نقدر علشان نقدر ان احنا نوفر المناخ الجيد والمناخ الصحي للرجل وجهازه للنجاح ان شاء الله، لان نجاحه هو في النهايه نجاح لينا كلنا. انا مش هو بس عايز يرد على بما انك لسه مش مقرر جديد. اولا اشكرك جدا واشكرك جدا. امام ظبط لي ده شكرا لك. طبعا ما انت عندنا فرصه ان احنا نلعب مش انا ملك العيب طبعا، لان انت كنت لعيب احسن كتير مني في الفتره دي. بشكر تريدادوس بس كان كونكورد مش بلاروس طبعا انا معاه جدا في الكلام. يصور زاريش ايش اسمعني يوكو سيد رينارد بس من التلفزيون. خلينا نتكلم في السيناريو ده. انا رينا جوفيتش بدات ادرب في ال مش رينايب انا نشيل تلفزيون في ال في ال في في الدوريات بدات ادرب شباب وش رينايت في رايك علي جروب وبعد كده ادرب في الـ في الـ في الـ في الفرق الكبيره وبعد كده دربت في الليجا بتاعت اوروبا او في الدوري الاوروبي وش رينايت بوسي كامبيون وبعد كده بعد ما دربت ووصلنا ان احنا نبقى ابطال وش رينايت مش رينجايت بوسي كامبيون مش وبعدين دربت فرق في بلاد اخرى ووصلنا ان احنا نبقى الابطال يوني كيف جافون وانا والفريق بتاعي احنا الحمد لله وصلنا ل 10 او 11 لقب. كنتو ذا سيست جيفيس مع كل الرحله ديت. كنتو فاصل في ماجين وصلوا مش قدرش. ايه وين الكيب بنساوش؟ كل اللعيبه اللي انتم ممكن تتخيلوا احنا بدانا مع لعيبه كتير جدا. البوش ديش كوادرات ذكي. مع الشغل بتاعنا اللي احنا بنشتغل فيه هنا في مصر. يوفيك ملوكيك. انا هكون بالسي في بتاعي او بالسيره الذاتيه بتاعتي مكتمل وان شاء الله معانا بطولات كتير مع المنتخب.